دايما بالنسبة لي يوم السبت يوم مختلف، زي ما قلت ان احنا بنعتمد على البروتين النباتي اللي جاي من شوية الخضار، جاي من شوية بقوليات او جاي من المشروم. على فكرة يا جماعة وصفات المشروم كتيرة جدا ما بتنتهيش. النهاردة عارفين طاجن الفريك اللي باللحمة، طاجن الفريك اللي بالفراخ، طاجن الفريك اللي بالحمام، النهاردة هنعمله وبرضه ببروتين عالي جدا جدا جدا، بس البروتين اللي عندي هيكون هو المشروم. وزي ما قلت لكم قبل كده المشروم من الحاجات الغنية جدا بالبروتين، وايه البروتين اللي فيه؟ بنسبة كبيرة جدا زي البروتين اللي موجود في اللحمة، ولكن من غير دهون ومن غير اي حاجة تضر الجسم. طيب وصفة النهاردة زي ما قلت لكم بالفريك، انا هستخدم الفريك كمان الخشن، الفريك الاخضر الصعيدي الجميل ده. واحنا قلنا قبل كده ان الفريك من الحاجات الغنية جدا جدا برضو بالبروتين والالياف، ويا سلام لو استخدمناه بشكل متكرر في الاسبوع وحلينا، يعني استخدمناه كده محل الرز. عايز اقول لكم فعلا فعلا ليه وصفات برضو كتيرة قوي. تعالوا لكم اول وصفة عبارة عن ايه، يلا بينا. انا عندي هنا قلت لكم هنعمل طاجن فريك بالمشروم. طيب مقاديري ايه؟ كوبايتين فريك منقوعين طبعا، متنظفين، مغسولين، متغربلين، يعني نخلينهم متخلصين من اي حاجة ممكن ايه تكون عندنا ناشفة. محتاجة بقى نص كيلو مشروم صحيح، هو ده اللحمة عندي ولا الفريخ. طيب محتاجة زيت زيتون، بصل مفروم، فلفل الوان وفلفل حار، عايزة كيس بسلة على جزر، وعايزة كمان ملح وفلفل اسود وجوزة الطيب، بابريكا حبهان، مكعبين مرقة خضروات، وكمان عايزة شوية بقدونس ومعلقتين صلصة. تاني نقول كمان كوبايتين فريك هننقعه، ومشروم عايزة صحيح بحاله كده، زيت زيتون، بصل مفروم، فلفل الوان، فلفل حار، شوية بسلة على جزر، ملح وفلفل اسود، جوزة الطيب، وبابريكا، وحبهان مطحون، كعبين مرقة خضروات، وصلصة، وكمان بقدونس مفروم. طيب اول حاجة هعملها ايه؟ هي ان انا الاول هشوح المشروم عندي وهديله طعم. وزي ما قلت لكم قبل كده انا بجيب المشروم ما بغسلهوش ابدا، امال بنضفه ازاي؟ اروح جايبة منديل وعلى الناحية الخشنة، او جايبة ايه عندي هنا؟ جايبة فوطة نظيفة، وبعدين امسك المشروم الحلو كده في ايدي واعمل ايه؟ اروح عاملاه كده. بصوا مجرد ما بعمل كده ايه اللي بيحصل؟ الطبقة الخارجية اهي عندي على طول بتتشال. اذا انا بغسل المشروم؟ لا خالص، انا ما بغسلش المشروم. المشروم يا جماعة طعمه ملوش طعم، لكن احنا اللي نقدر نشكله زي حاجات كتير قوي بعد اقول لكم من فوائدها الكتيرة ان احنا نقدر نطعمها حتى لو هي فقيرة في طعمها. اهو بصوا خلاص كده انا نضفته بقى فلة، ومش هشيل عندي هنا كمان الصاج بتاعه، انا هخليه. خلاص احنا بقى منضفين الباقي. عندي هنا الطاسة سخنت، هروح عاملة ايه؟ حاطة فيها شوية زيت الزيتون زي ما اتفقنا، حاجة صحية كده تاكلي فيها لحد ما تشبعي. طبعا زي ما قلت لكم البرغل من الحاجات اللي فيها الياف كتيره، فهي بتقفل معانا بسرعه كميه قليله من البرغل، سوري الفريك مع المشروم، تحسي كده ان انت ايه ده، انا ما اكلتش كتير بس انا شبعت. ليه؟ لان الاكل مليان بروتين والياف، والاثنين دول اكتر حاجتين بيشبعونا مش النشويات خالص. طيب هعمل ايه؟ هروح منزله بقى كده المشروم واتبله بقى بمكعب مرقه خضروات ورشه جوزة الطيب. عارفين كده بعمله كانه ايه؟ زي ما قلت لكم اللحمه والفراخ عندي، وحبهان، وادي البابريكا، والكمون، هحط شويه ملح صغننين جدا. ليه؟ لان انا حط عندي هنا ايه؟ مرقه. بس كده واقلب. طبعا هلاقيه بيدبل، بس انا زي ما قلت لكم انا مش عايزاه شرايح، انا عايزاه بحاله كده يبان معايا في الطاجن بحاله كده. اهو تبلته، حاطه طبعا
شوية زيت زيتون قليلين جدا، احط كمان حبة اهو ويقلب. طيب احنا ليه مش بنغسل المشروم؟ وهل ده كافي قوي لما احنا نعمله بالفوطة او بالمنديل؟ ده كافي جدا، ما بنغسلش المشروم لان المسام بتاعته يا جماعة مفتوحة، وهو عبارة عن كده حاجة هشة اسفنجية، لو شاف المية على طول ايه اللي هيحصل له؟ هيتحول هيبقى عارفين كده ممزلق زي ما بنقول كده بالعامية، وهنلاقيه القوام بتاعه اختلف، وكمان ملمسه اختلف وطعمه اختلف تماما. بس كده بصوا اخد لون ازاي، اخد لون حلو جدا. طبعا ده كده انا ممكن القطه اساسا اكله كده بالتشويحه دي، او زي ما تقولوا ايه شويته زي ما بعمل كده في اللحمه والفراخ. طيب وبعدين خلاص كده، وخلاص هو تقريبا اخد شويه سوا، هروح عامله ايه رفعه حطاه هنا تاني عندي، وبعدين هبدا بقى ايه اطبخ الطبخه اللي هي احط شويه زيت زيتون تاني، نشيل كده المشروم بتاعنا اللي ايه تبيناه، واحط بقى بصل بنفس البهارات بنفس الوقت نفس المكان اللي احنا حطينا البهارات الحلوه والتتبيله الحلوه بتاعتنا للمشروم، واديلها تقليبه حلوه. صدقوني يا جماعه الطاجن ده لو جربتوه انتوا هتعتمدوه اسبوعيا كده. هنعمل النهارده ايه؟ طاجن فريك بالايه؟ بالمشروم. طاجن فريك بالمشروم، في ناس عاشقه للفريك، يعني طبعا طبعا يعني لو قلنا فريك فنقول حمام محشي فريك، لكن الفريك ليه طرق كتيره وصحيه وشوربه. ممكن طبعا احشيه في الفراخ اكيد، وطبعا احشيه في الحمام، بس هو كفكره الفريك ان هو بديل عن الرز، دي فكره رائعه. عايزه اقول لكم كميه البروتين اللي فيه والفيتامينات والمعادن والالياف مش موجوده في الرز خالص. طيب اديني كده ايه، بصوا البصلايه دبلت واخدت ايه طعم كده وريحه ايه توابل البرغل توابل المشروم. هعمل ايه؟ كل ما اعمل فريك اقول عليه برغل، كل ما اعمل برغل الله ما تقول عليه فريك. احط بقى عندي هنا ايه الفريك، طبعا زي ما قلنا ان هو مغسول ومنقوع ومتنقي الاول، ونخلينه ومنقوع لمده ساعتين. ليه؟ لان ده بيقطع معايا شوط كبير قوي قوي في التسويه لما انقعه. خلاص اهو كده تمام. وتعالوا بقى نحط عليه كمان مكعب المرقه اللي احنا مرقه خضروات طبعا، شايلينه على جنب ده ونقلب. خلاص وهسيبه بقى شويه كده، انا هشوحه وهديله تسويه بسيطه بالتقليبه دي، مش هحط عليه ميه خالص دلوقتي لحد ما اخلص فيه تقليب. تعالوا نروح لفاصل ونرجع نشوف هنكمل الطاجن الخطير ده ازاي. استنونا. عايزه اقول لكم ان في ناس بتعمل الاكله لحد كده وتاكلها زي الرز، تشوح الفريك وتحط عليه شويه ميه ويستوي ويختم ويتقدم جنب اي اكله. عايزه اقول لكم طعمه بيكون تحفه. طيب دلوقتي بقى احط ايه معايا هنا؟ الخضار بتاعي اللي انا مستخدماه اللي هو جزر وبسله، ولازم اديلها تشويحه حلوه برضو علشان بيبقى فيه ميه، احب كده ان انا ايه انزل الميه منه، تشويحه حلوه. وطبعا بدوق في الاخر بشوف انا محتاجه تتبيل بقى بحط برده تاني. وبعدين عندي هنا الفلفل الالوان، عايزه اقول لكم عايزين تحطوه حطوه، مش عايزين مش مشكله. خلاص فلفل الوان، واروح بصوا بقى عندي قد ايه، ولسه بقى عندي كمية حلوة جدا
بصوا ملون ازاي، اول ما الاكل يلون كده يا جماعه تعرفوا ان انتوا بتاكلوا اكل صحي، تعرفوا ان انتوا بتاكلوا حاجات كلها مختلفه في الفايده، مش كلها فايده واحده، كل حاجه فيها ليها فايده مختلفه عن الثانيه. وبعدين نحط بقى ايه كام معلقه الصلصه، طبعا ممكن نحط طماطم متقطعه مكعبات، ممكن ما نحطش خالص يا جماعه صلصه زي ما انتوا عايزين اهو، واديله تقريبا الفه، وكمان الفلفل الحار اختياري اكيد برضو اهو. وبعدين بقى تعالوا نروح نجيب الطاجن بتاعنا اللي هيدخل الفرن ونبدأ نرصصه كله كده تمام. اتقلب معايا، حطيت المكعب الاول مع مين المشروم، وتبلت المشروم، وبعدين شلت المشروم، حطيت الفريك، وبعدين حطيت الاول البصل وقلبته، اخد لون بسيط قوي من البهارات اللي انا حطاها والتوابل للمشروم، بعدين حطيت عليه الفريك شوحته كويس جدا، فريك اللي مغسول ومنقوع لمدة ساعتين، شوحته حلو كده من غير اي حاجة، نفس البهارات والتوابل اللي كانت محطوطة للمشروم. وبعدين حطيت بقى بعد كده الكيس الخضار، حطيت الفلفل، حطيت الصلصة، حطيت كمان فلفل الحار. اعمل ايه؟ تعالوا بقى احط حبة عندي هنا في الطاجن كده، وابدأ اوزع عندي اللحمة بتاعتي، اللحمة الكدابة بتاعتي، واحط تاني شوية الفريك بالخضار الحلوين. بصوا بقى طاجن يكفي غدا مرتاح ما جنبوش اي حاجة تانية، واحط كمان هنا المشروم، شايفين عامل ازاي؟ شايفين المشروم بينزل صوص ازاي؟ ولا صوص اللحمه والفراخ اهو كده، ونريحه ونقعده كده. بقول لكم الطاجن ده كده هو مش عايز حاجه جنبه تاني، يعني هو ده فيه البروتين وفيه النشويات وفيه الخضار وفيه كل حاجه، وما اخدش معانا وقت خالص. واروح اجيب بقى ايه الميه عندي واحط كده، تقريبا بما يعادل كوباية، مش اكتر من كده، بما يعادل ايه كوباية، واروح بقى مدخلها الفرن. وانا كده ايه خلصت الطاجن الخطير، هيدخل الفرن خلوا بالكم تقريبا كل حاجة مستوية سوى الربع، هيدخل هلاقي طلع شوية ايه مرقه، ليه؟ انا حاطه له طبعا ميه، بس فيه هو فيه نسبه خضار كتيره، ليه طلع شويه ايه ميه، يختموا بقى كده مع بعضهم. عايزين تسيبوا فيه شويه صوص اوكي، عايزين يبقى مختوم كده ومفلفل ولا كانه طاجن، طبعا فريك باللحمه هيبقى خطير. تعالوا ندخله، يلا بينا. ريحته اساسا قبل ما يدخل الفرن خطيره،